اللي قلقنا هو انه اللقاءات اللي يعقد فيها رئيس الحكومه مع اطراف الرباعي للائتلاف الحاكم لا تتعلق بقضايا التنميه او اعاده دفع الاقتصاد الوطني او التنميه في الجهاد او رؤيتنا او واقع الحريات في البلاد، قدر ما يتعلق بتنازع وخصومه بين الائتلاف الرباعي افاق والنداء والنهضه والبيان على كعكه الحكم كالعاده. يعني المحاصصه الحزبيه هي أولوية الأحزاب، هذه ماهوش اهتمامهم بتونس وقضايا التنمية في تونس. أحزاب تحب على ولاية تونس وأحزاب تحب على سفارة تونس في واحدة السفارات في أوروبا، والآخر يراها اللي هو يعين، وفما اختلاف على الحصة نتاعها. يعني المحاصصة الحزبية المقيتة اللي عرفتها بلادنا وعانينا منها في زمن الترويكا قاعدة تتعاود بلاعبين جدد. هذا هو اللي يهمنا وهذا اللي احنا يثير قلقنا ويؤكد أن الحكومة والائتلاف الحاكم يسير في الطريق الخطأ. كان من الأفضل أن رئيس الحكومة يستقبل الأحزاب في قصر الحكومة في القصبة لا أن يتحول إلى مقر الأحزاب، وهذا يبقى أمر يهم لحبيب الصيد هو اللي يوضحه. ما بالنسبة لنا رئيس الحكومة باعتباره هو أحد رأسي السلطة التنفيذية مفروض أن يتقبل الأحزاب واقتراحاتهم ويتحاور معهم في كما جرت العادة في مقرات الحكومة. هذا أفضل وهذا يعطي صورة أقوى للحكومة أن يتحول. يعني فما هناك ضغوطات تمارس من نداء تونس ومن نهضة ومن أفاق ومن البيان، ضغوطات على لحبيب الصيد وخلافات وطلب لقاءات. كنا نتمنى أن كل واحد من الأحزاب هذه يكون عنده ورقة للتقدم بها لدفع عجلة الاقتصاد في بلادنا والاقتراح توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل ولتنمية الجهات الداخلية ولمتابعة بعض عودة الممارسات المقيتة من استعمال العنف أو حتى شبهة التعذيب مع الموقوفين والإعراب على القلق متاعهم على هذا. هذا كل غايب ولا يعني الرباعي الحاكم اللي يعنيه شكون يولي ولي تونس وشكون يولي ولي سيدي بوزيد وشكون يولي ولي قفصة إلى آخره من الولايات. هذا يعني كما قلت لك يبين اللي الائتلاف الحاكم بعيد كل البعد على هموم التونس ويسلك في الطريق الخطأ. تعيين الولايات هو من صلب اختصاص رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة يمكن أن يستعين بالكفاءات الحزبية، لكن لا يمكن أن تتحول تعيين الولايات أو المديرين العامين على رأس الإدارات التونسية هي عبارة على غنيمة انتخابية وكعكة، يعني جاتو تقتسم الأحزاب الموجودة في الحكم. كان على السيد حبيب الصيد والأجدر أنه يختار الولايات حسب كفاءاتهم وقدرتهم على الاستجابة لحلحلة المشاريع التنموية في الجهات وعلى مراعاة خصوصية الجهات وولايات مشهود لهم بالكفاءة والاستقامة والاستقلالية والقدرة على تسيير الملفات الجهوية الحارقة قبل أن نبحث على انتمائهم لهذا الحزب أو ذاك. يعني التعيينات كي تولي كل حزب يبعث، احنا قاعدين الآن نعيش عملية كاستينج جديدة للولايات وللمديرين العامين. كل حزب يبعث قائمة والحبيب الصيد يختار منها أو يعين من ضمن هذه كاستينج يصير، ولا أعتقد أن هذه هي الطريقة المثلى أو اللي هي الأحسن لتعيين ولايات ولتعيين مسؤولين على رأس الإدارة التونسية.